السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة ديال اليوم. هذه الحلقة تاع اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطريقة بسيطة بزاف باش نتخلصوا من رائحة الفم الكريهة، وخاصة في شهر رمضان المبارك. هذه الوصفة هذه أو هذه الطريقة هذه بسيطة بالنسبة للناس اللي ما كيعانوش من يعني مشاكل في الأمعاء ديالهم، ما كيعانوش من مشاكل في المعدة ديالهم، لأن أغلب الأسباب من المعدة والأمعاء هذه هما الأسباب الأغلب اللي كتسبب لنا الرائحة الكريهة. بالنسبة لك يعني من الرائحة الكريهة يعني بدون يعني أسباب، يمكن له يستعمل هذه الطريقة هذه باش يتخلص من هذه الرائحة هذه، وخاصة كيف ما قلت لكم كنتوقفوا في شهر رمضان على الطعام خلال النهار، وكتبقى واحد الرائحة غير مرغوب فيها في الفم ديالنا. حبيت نشارك معكم هذه الطريقة البسيطة، مكون واحد وهو مكون البسباس. كيف ما كتشاهدوا البسباس هذا هو الشكل ديالو، البسباس يعني الثمن ديالو بسيط، متواجد في الأسواق. هذا هو البسباس اللي كنقصد. البسباس فهو كيخلي واحد الرائحه زكيه في الفم ديالنا. طريقه استعمال ديال هذه الوصفه هذه، من بعد ما ننظفوا طبعا الفم ديالنا من يعني الشيتا والمعجون، لابد من تمرير الشيتا يعني الشيتا على اللسان، لان اللسان ايضا تحتفظ بالطعام، بقايا ديال الطعام، وكيبقى هو كيسبب لنا ايضا في الرائحه ديال الفم. من بعد من نظفوا الفم ديالنا بالمعجون، معجون الاسنان والفرشيط، ناخذوا يعني قطعه وحده من البسباس ولا قطعتان، ونتناولوهم نمضغوهم مزيان ونتناولوهم. غادي تحسوا بواحد الانتعاشه يعني جميله في الفم ديالكم بهالطريقه هذه، بالاستمرار في اكل البسباس من وجبه الفطور. يعني تناولوا مره تناولوا قطعه من البسباس، وخاصه في وجبه فاش نتسحروا نخليو هاد القطعه نتناولوها هي اخر حاجه، ومن بعد نشلو الفم ديالنا. غادي تحسوا بواحد الانتعاشه كبيره، وغادي يعني طوال النهار غادي ما غاديش تعانيوا من ديك المشكل ديال الرائحه اللي تكون في الفم ديالنا. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء تجربوا الطريقه ديال مضغ البسباس او اكل البسباس للتخلص من رائحه الفم الكريهه. وكنتمنى منكم الا كان هذا الفيديو هذا كيستحق تشجيع، فما تبخلوش عليا احبائي الاعزاء بالتشجيعات ديالكم، وما تبخلوش عليا ايضا بالدعوات ديالكم والانضمام الى اسره قناه جربوحكم متواضعه، وما تبخلوش عليا بالتشجيع بلايك. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.